ممكن اسالك سؤال؟ طيب دلوقتي اي وكاله في الدنيا عشان تمام. تكسب تمام. مش بتروح للفريق اللي محقق بطولات اكتر؟ بالعقل. انا على فكره مش بدافع او بهاجم، والله انا راجل دلوقتي جبت التليفون ده ب 10 جنيه، انا جبته ابيعه بقى ب 20 ب 30 ب 40، انا حر، الموبايل ده هيكسبني. نفس القصه بالنسبه للاهلي. تمام. النادي الاهلي محقق بطولات. تمام انا معاك. الناس يا كابتن تعمل ايه؟ بس ما يبقاش 100 مليون و 200 مليون يا كابتن. مليون. عرض وطلب يا كابتن احمد. عرض وطلب. ما هو طب ما هو رئيس نادي الاهلي هو رئيس وكاله الاهرام. طيب انا ممكن اسالك سؤال؟ كابتن حسن حمدي هو رئيس وكاله. طب انا هسالك سؤال. طب هقولها حاجه. اتفضل. ميدو طلع من كان ليه فلوس في نادي الزمالك. تمام. كلنا كان لنا فلوس في نادي الزمالك يعني اتنازلنا عنها. فميدو راح، يعني هو حكاها القصه من كام يوم. راح في مجلس اداره، كان مش فاكر، كان حد تحت استاذ ممدوح عباس تقريبا. تمام. فالمهم راح له، انا الفلوس بتاعتي انا بسال عليها. قال له والله فلوسك موجوده في وكاله الاهرام، وكاله الاهرام طبعا رئيسها كابتن حسن حمدي، وكابتن حسن حمدي مسافر. فلما هيرجع الفلوس هتبقى موجوده. انا ممكن اسالك سؤال؟ هي وكاله الاهرام دي واحد اللي بيتحكم فيها؟ هسالك سؤال. يعني الدكتور كمال درويش لو هو رئيس وكاله الاهرام. تمام. والاهلي هو النادي المتصدر والنادي اللي حصل على بطولات، هل تعتقد ان هو لما يجي ياخد وكاله هياخد للزمالك اعلى تمام. من الاهلي؟ انا معاك. قول لي بس. الاهلي هياخد اعلى. تمام. بس مش هيبقى 100 مليون و10 مليون. طيب. هيبقى على الاقل حتى. طيب. ايه يا اخي هيبقى على الاقل. طيب. هنقول مثلا ايه 60، هنقول 70 40. طيب. مش حل. مليون في المية لواحد. طيب الرعاية عارف الاهلي بياخد كام ولا مش عارف دلوقتي؟ لا عارف ما شاء الله. كام رقم تقريبا؟ عارف يعني. عارف قد ايه من الزمالك ولا مش عارف؟ بص بقى الرعاية طالما دبل ماشي مفيش مشكلة. دبل مفيش. انا معاك. يعني لو الزمالك بياخد 250 الاهلي بياخد 500، ليها علاقة بالبطولات. حلو الكلام. الفترة الأخيرة الزمالك بياخد قد ايه؟ لا انا الزمالك مش لا مش هي لما تخلص الاربع سنين، هي رعاية اربع سنين مش سنه بسنه. طب ما انا فاهم كله. بس الزمالك الفتره الاخيره في رعاه وفي لما لا 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 رعاه كان في رعاه. الرعاه لما لا واحد عم بيجي لنا استنى بس انا بقى موجود بقى في النادي. كان في رعاه واحد بيجي لنا. انا مبسوط انا مبسوط من الدردشه دي. كان في رعاه واحد بيجي لنا ده لو جه. ده لو جه. تمام. ده لو جه نادي الزمالك. تمام. لكن انت النهارده لما بتصرف في النادي الاهلي اوكي تمام معاك بطولات، بس انت عارف ان انت تبقى انت عارف يعني بتعمل ايه. ريال مدريد وبرشلونه. ريال مدريد وبرشلونه حل. قبل فتره ميسي ورونالدينيو كان مين اعظم نادي في العالم؟ ريال مدريد. تمام. هل كان في كان في رعاه برضه كده وفرق نفس الفرق؟ طب انا ممكن اسالك فكره الرعاه في مصر دلوقتي يا كابتن. انا جيت اشتريت التيشيرت دي من حضرتك. تمام. قلت لك انت هتاخد مني كام؟ قلت لي عايز 500 مليون ابيعها بالرقم اللي انا عايزه، ممكن اخسر فيها صح ولا غلط؟ تمام. طيب ابيعها بقى لراعي لاثنين لثلاثه لاربعه، ببيع التيشيرت وعلى الظهر وعلى الشراب وعلى الشورت، بمسك التيشيرت بتاع حضرتك ببيعها لاكبر عدد ممكن من الناس، دي رعايه اولانيه. الرعايه الثانيه التلفزيون. طيب هل التلفزيون دلوقتي مش بيكون عرض وطلب وكل واحد متحكم في العرض اللي بيجي له من التلفزيون؟ تمام. طيب صحيح. الاهلي دلوقتي لما يجي يقول للوكاله هبيع ال 15 ماتش ب 100 مليون ويوافقوا، هو حد ضربهم على ايديهم؟ ما هو عشان الوكاله دي اهلاويه. ما تاني دلوقتي حتى ده حتى دلوقتي يا كابتن احمد يعني وكاله الاهرام اهلاويه ووكاله اللي موجودين دلوقتي مش اهلاويه. بص يا عمر اصل الحاجات دي انا حضرتها، انت عارف لو انا ما حضرتهاش. انت عارف هقول لك حاجه. انت عارف انت عارف اللي انا بتكلم فيه كويس. والله ابدا. ايوه. طب ما انا عارف ان هو عرض وطلب، لكن والله أيوة صح الموضوع صح. مش تطبيل او ان انا لا لا خالص الاهلي والله. لا. فالاهلي هياخد ده عشان الكابتن حسن حمدي كان موجود يا كابتن خطيب. والله الموضوع بعيد. تمام. بس ده انا في اهدار مال عام. لو حصل حاجه هيبقى في اهدار مال. انا بشوف الفتره برضو اللي انا كنت فيها برضو يعني ده جزء. تمام. هي على فكره الموضوع كله احنا متجزأ. خد بالك الموضوع كله متجزأ برضو. مش عايزين نقول ان هي دي برضو ايه حاجه. لا لا برضو في حاجات تانية كتير قوي. ما فيش مجلس اداره كل شهرين في مجلس اداره. ماشي. انا بتكلم معاك ده كلام تاني برضو. لكن لو انت كنت بتلعب في الاهلي كنت هتفرق. كنت هتلعب في منتخب مصر اساسي. طبعا. يعني مهاجمين الاهلي بيلعبوا في منتخب مصر اساسي على مهاجمين نادي الزمالك. طبعا. بسبب الكفاءه ولا بسبب الانديه؟ يعني لا مش كفاءة برضه. ما انت ما عمرو زكي كان بيلعب وهو كان رقم واحد في منتخب مصر. ماشي حلو. مع انا 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 ما اختلفش. لكن كان جنبه عماد متعب. كان معاه ابو تريكا. معلش ابو تريكا يعني لا سيبك ابو تريكا. ابو تريكا في حته غير الفيرود يعني. انا بتكلم على المثلث. كان ساعتها معلش المثلث كان عمرو زكي جايب اكتر من كابتن عماد متعب. طبعا كابتن عماد متعب انا يعني انا بعشقه. عمرو جايب اكتر من كابتن عماد متعب. طيب طيب هل طب هل اتظلمت عشان كان في مهاجمين كتير طبعًا. في الفتره دي؟ في لعيبه جامده جدا في الوقت اللي احنا فيه. يعني الوقت بتاعنا احنا ما شاء الله في زيدان دي حاجه، في عمرو زكي، في متعب، في ميدو، في كان في ساعتها فروده كتير جدا في مصر حتى عامه وفي كل الانديه مش في الاهلي والزمالك بس. انت كان في انبي عبد الظاهر ورؤوف، كان في بتروجيت هتلاقي سيد حمدي، وهتلاقي حد مش فاكر مين كان جاب لي سيد يعني. هتلاقي مثلا
في المصري كان في ناس كتير جدا برضه، هتلاقي يعني كان في كل نادي عمر 3 4 فراوده كويسين قوي.